في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زوى لي الله الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، كناية عن الفرس والروم. فالله عز وجل بقدرة منه زوى الأرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما لأنه قوى بصره حتى رآها، أو وهو الصحيح أنه جل وعلا زوى الأرض فرآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس ببعيد. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في النصوص الشرعية: لا تقل لما ولا كيف، ليس لك حق أن تقول لما وكيف، إنما هو الانقياد والاتباع والاستسلام.